على شاطئ رحمة ومغفرة وقت من النار بينك وبين آمين يا رب. النهارده هنتكلم على ثلاث محاور هما ثلاث محاضرات بس انا حطيتها في محاضرة واحدة. المحور الأول إنشاء إدارة للأخلاقيات السلوكية. المحور الثاني الوصف الوظيفي للموظفين من الرئيس أو الأمين العام أو الـ CEO. والثالث اللي هو صناعة قيادات المستقبل من الشباب. طبعا كل واحدة فيهم كانت محاضرة لوحدها عشان تجمعهم مع بعض وأمشي فيهم إن شاء الله. ليه احنا عايزين نعمل إدارة الأخلاقيات السلوكية؟ وللأسف مع كثرة اللي هو المشاكل والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية ازداد الحاجة للعاملين في مجال الإنسان، فاضطرينا إننا نقبل ناس كتير بينزل المستوى بتاعنا. يعني أنا تعرضت لهذا الأمر كتير جدا من كانوا جايين من المؤسسات الدولية الكبيرة. يعني ما كنتش بحب أخدهم أبدا. ليه؟ لأنهم جايين ما فيهمش إبداع، ما فيهمش انتباه، مجرد أقل من الموظفين. فإحنا الإدارة دي بنتكلم عنها ليه؟ لأن إحنا حاجتنا دلوقتي لما نبص في المنطقة العربية نلاقي سوريا، نلاقي العراق، نلاقي اليمن، نلاقي ليبيا. غير بقى المناطق الأخرى نتكلم عنها في أفريقيا نحتاج ناس ونضطر ننقص مستوى اللي هو الكفاءة أو الأخلاقيات أو السلوكيات بتاع الناس. الهدف من الوحدة دي مش وعظ الأشياء لكن هي إعادة بث الروح مرة ثانية داخل المؤسسة. يعني في شيء داخل المؤسسة جزء من هيكل المؤسسة يعيد بث الروح مرة أخرى في المؤسسة وينشر الثقافات بتاعتنا. احنا للأسف بنستورد ثقافات جايه من بره. بنعطل لفلسفات مش بتاعتنا. وعندنا أفكار مش بتاعتنا بس التجهيزات بتجيلنا جاهزة فبنعملها. عايزين بقى الإدارة دي بحيث إنها تعمل لنا ثقافة جديدة وأخلاقيات جديدة وقيم جديدة. طيب احنا عندنا حاجة اسمها الهيومن ريسورسز. بردك من فترة ما بنشوف الهيومن ريسورسز دلوقتي أصبحت زي إدارة شؤون الموظفين القديمة. عقاب وثواب وصف وظيفي ونادر لما بيكونوا متفرغين لمثل هذه الأمور. هذا ليس انتقاصا من العاملين أو المدراء اللي هو التنمية البشرية، لكن التنمية البشرية فيها حتى مش كاملة. فاحنا بنتكلم عن ان احنا دلوقتي لكثره وجود الموظفين وكثره المشاكل فاصبحت اللي هو اداره الموارد البشريه هي زي زمان كنا بنسميها اداره شؤون الموظفين. ايه بقى اللي هو ليه الاداره دي؟ لما ننظر للوقت طبعا ده هيجي في راس الوظيفه بعد كده تعزيز القراءه والمعرفه وتقديم الاشياء. يعني احنا ما عندناش وقت خالص عشان نقرا او نكتسب معرفات جديده او نقعد مع بعض في سلوكيات مختلفه نتحاور فيها مع بعض. فانت بتقدر لوجود هيكل او جزء او اداره او كيان داخلي يساعدك على العمل مثل هذا. اللي يكون عندنا زمان ايام ما بدانا كان عندنا بعض صلاه الظهر او العصر عندنا برضك بعض الاشياء بسيطه جدا اللي هو صوم الاثنين والخميس. واللي وقف الحاجات دي تعرف مين؟ اداره الموارد البشريه. كان عندنا رحلات في العيد اداره الموارد البشريه وقفت. يعني لما تيجي تحسب لما تيجي تصوم الاثنين والخميس خاصه في بريطانيا او في اوروبا الشهرين الثلاثه بتوع الشتاء اللي هو المغرب بدنا الساعه كام؟ 4. وبعدين بتاكل ايه؟ بتاكل تفاحه وسموساير وموزه. يعني مش هتكلف جنيه ولا 2 جنيه، لكن الروح بتاعت الصوم انه بعدين مثلا 5 ولا 10 ربع ساعه ولا ثلث ساعه مع بعض بترجع ايه؟ تنظف الايه؟ الاخلاقيه بتاعتك.
للاسف وقفوها 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 وقفوها. رحلت عنده قفوها، حفرت عنده قفوها. انا تلاقي الفلوس بتصير، بس انت لازم تقيس اثر هذه الفلوس على انفس الموظفين. يعني مثلا في الجزيره من 3 ايام مع التدريب الافطار السنوي، العائلات كل واحده من الاسر جايبه الطبق بتاعها وبالزي الوطني وبتاع ده وقاعدين والاطفال بيغنوا، وانا قعدت اغنيها معاهم، عندي اغنيه كده عند محمد عنده غير قول معايا ايه يا روح. موجود على اليوتيوب وموجود على الفيسبوك. فالحاجات دي كلها لما تكونش انت مثلا كان في حوالي 100 شخص موجود في الحفله بتاع معهد التدريب، لكن تحس الاطفال فرحانه، الزوجات فرحانين، تعرفوا على بعض، دي وقفوها. بشوف ما انا بتكلم من تجربه ان اداره الشؤون الموظفين الحاليه هي اللي وقفت كل الانشطه اللي بتبعث الروح مره ثانيه من جديد. بعد كده تعمل يعني جزء من الاداره دي كلها لما هي بتمنهج للزيارات الميدانيه. يعني يا اخواتنا انا كنت كل ما اصدي انزل السودان او انزل اليمن او اروح النيجر عشان اجني صدري، مش بس بسلكه او بلوفه، لا بطوبه وحديده، ارجع نظيف. لان القعده على المكتب وده جزء من الإيمة التربيه السلوكيه للموظفين، هرجع مختلف تماما. انا قاعد بتعامل مع ارقام، قاعد بتعامل مع اوراق، قاعد شايف العالم كله كانه سكرين، لكن لما بنزل مش في ارض الواقع بشوف المعاناه. ودي مهمه جدا جدا ان احنا تكون هي جزء من ترتيب مثل هذه الامور. بتخلي الانسان لما يروح الميدان ببرامج يعني منظمه بيرجع انسان جديد. بيرجع انسان جديد. يعني مثلا دلوقتي انا بعمل ايه مع الجمعيات؟ بطلع مع الشباب. لكن اخر رحله عملناها كانت في 6 دول. 6 دول. 5 في البلقان واثيوبيا. فرجعنا ناس جدد. نقاش في العربيه، نقاش في الطياره، مفيش نوم. اللي عايز يسافر معايا يعرف كده. 15 ساعه ل 16 ساعه و 17 ساعه. ممكن تسيب لك حبه كم ساعه دول تريح نفسك فيها. معايا نساء برضه وامناء في المكتب في كندا حتى مش انا، وخدوها على وشهم بقى خلاص. واحد حب ايه؟ انا عايز انام معاك في الموضوع. قلت له نعم. خد اسبوعين معايا. خرج لما شافوه قالوا انت اتغيرت. بقى شكلك شكل تاني. واخد بالك؟ فالحاجات دي كلها يعني في اسئله بتتسال. النقاشات بتحصل الى اخره. هذا جزء من الترتيب اللي احنا بنتكلم. بعد كده برنامج التعايش ده بقى معناه ايه؟ معناه ان الناس الكبار اللي قبل وبلاء حسنا اجيبهم كانهم الام اللي هترضع اولادها. فتحط الجين بتاع الخبره بتاعتها. فيطلع النقله دي كلها تيجي مره ثانيه. يعني مثلا بيجي واحد زي كيسنجر، لو بتقول له يوم هنا شوف حضرتك ممكن تطلع 1000 جنيه كم 1000 دولار عشان ايه؟ لان في الساعه اللي هيقعد معاكم فيها هيقول لك خبره 50 سنه. احنا للاسف في مؤسساتنا اللي بيمشي بينساها. ليه؟ لان ده من ناحيه الحرمانيه المجتمعيه. انا لا احرم بطريقه شرعيه، حرمانيه مجتمعيه. انا استثمرت فيه وقت، استثمرت فيه مال، استثمرت فيه جهد، استفيد من اللي هو اتعلمه عندي او استفيد من اللي اتعلمتيه عندي للجيل اللي بعديه. وده التعايش. ازاي واحد قعد في المؤسسه 10 ولا 20 ولا 30 سنه ما كانش في بيني منه الرباط. وده بالنسبه للادوار بتاعه التعايش. التعايش يعني بقول لك مثلا الشخص ده اتربى على ايد شيخ، العامل ده او الاسطى ده اتربى على ايد صناعي، علمه الحرف. كان بيضربوا زمان بالشاكوش. انا فاكر الشيخ رجب، لو انت فاكره اخ عمر، الشيخ رجب كفيف يعني. فكان الشيخ اللي بيربيه
بيزود الايه بحاجه لغايه ما تفتح راسه، عشان غلط مره ولا مرتين تكمل من 40 سنه مش دلوقتي. دلوقتي لو قال بخ هتدخله السجن. فقال لي انا ما زلت شايف الجرح اللي في راسي ده، لان انا غلطت في تسميع المصحف كله غلطه او غلطتين. فده انت بتربع على ايه شيخ؟ فالتعايش ده هو الشيخ. شيخ في الماده بتاعتنا بنتكلم فيها. علشان الروح تفضل ايه؟ موجوده داخل المؤسسه. قدوه الحسنة، انت هتعرف مين المدير بتاعك او رئيسك انسان فاضل. مش عامل ايه عمليه بقى؟ مكتب وعليه ده لما نسافر زي ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه. واحد قال الشخص ده متدين او كذا او كذا، قال له سافرت معاه؟ قال له لا. تاجرت معاه؟ قال له لا. عشت معاه؟ قال له لا. عرفته ازاي؟ قال له بيجي يصلي في الجامع. قال له ما تعرفوش. فكيف ان انا هعرف ان الاخت دي قدوه حسنه الا لما تتحط تحت ايه؟ خاصه في السفر. سفر يا اخوانا اللي محدش في بعضكم ما سافرش يعني. لو احنا بننزل في المدن او في الطرق او في الدول اللي ما فيهاش طرق ونقعد مثلا كنا في البرقان، كانت الدنيا قريبة للتلج ودخلنا صربيا ثلاث ساعات، لا عارفين نخش حمام ولا عارفين نخرج من العربية ولا كذا، بس إذلال دي ممكن واحد يزعق يشتم كذا كذا خلاص. ممكن واحد يقرأ القرآن، ممكن واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فدي أنت ما بتعرفش الشخص اللي معاك ده إلا في الأماكن دي بالذات. طيب من اولويات برضك ده المسألة الأخرى، احنا اللي احنا عايزينه لان احنا دلوقتي بنواجه جائحه اسمها مصائب تغير المناخ ومصائب الصراعات المسلحه. والاثنين زي ما قلت في الاول خالص محتاجين لسواعد بشريه كثيره. لكن لو احنا ما عندناش نظام داخل المؤسسه علشان نؤطر هذه الافتراضيات هيجوا يغيروا الثقافه بتاعتنا. انت هتقول له انا جاي المدير ده اصل ده كان متخرج من هارفارد او متخرج من اوكسفورد او متخرج مش عارف ايه، او جاي كان اسم مجلس اداره شركه كبيره قد كده، ولا يهمني ولا يحرك في قفاه شعره الا لما اشوفه الا لما اشوفه. ممكن هو يغير في خط المؤسسه سلبا وليس ايجابا الا لو كان عندي قدره بعمل. شوف احنا دلوقتي مين فينا بيجي هنا مثلا في القاعه دي في اللانش بيقرا كتاب من الكتب؟ مفيش حد، مش فاضيين. في انا. طب كويس بقى. طب نسجد لله شكر. الحمد لله. فاحنا ربنا احنا صغيرين على ثقافه المكتبه. في كل مدرسه عندنا مكتبه. دلوقتي مفيش ثقافه مكتبه. طب بعد كده. ايه الفائده بقى؟ احنا قلنا دي مكلفه. طب انا ما بقول ممكن نجيب شركه تعمل الامر ده، او ممكن انا شخصيا ما هروح اتدرب بره، وده حريتك الشخصيه. لما هتروح تتدرب بره لوحدك هتبقى انت في المؤسسه زي حاجه غريبه، بتتكلم بنغمه مختلفه. ها هتجيب شركه مش هتستوعب فيها، هتبقى مجرد اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع ومشي. لكن لما هتكون هي جزء من النظام هتصبح جزء من الفلسفه، تصبح جزء من التفكير، تبقى جزء من الثقافه، جزء من بتنشا الخيم بتاعت ايه؟ بتاع المؤسسه. لانها بايه؟ تستمر على ذلك. هي مكلفه مش مكلفه. زي ما انا قلت هنا شركات التدريب مش هتحقق لان احنا عايزين نحققها. بعد كده. طب ده بالنسبه للاداره. لكن احنا ليه بننشئها او ليه عايزين ننشئها؟ علشان يكون عندنا زي ما تقول ايه؟ اضاءه داخليه للتذكير بالاخلاقيات السلوكيه والمعاملات والمعايشات والرساله بتاعت المؤسسه. دي تكون مكمله للي هو الدور بتاع اداره شؤون الموظفين اللي احنا بنسميها هيومن ريسورسز دلوقتي. الثانيه دي مهمه جدا اللي هي الوصف الوظيفي. عايزين نعمل وصف وظيفي بنروح لاي شركه عالميه كذا ونجيب مقدمه ونحط
مجرد ان هو بنجيب بنوظفه بالظبط على الوظيفه اللي بيعملها. انا في راس وظيفي حطيت حاجه مهمه جدا اللي هو تقسيم وقت الموظف وهو بيعمل على حسب درجه القياده بتاعته داخل المؤسسه. تقسيم وقت الموظف على حسب درجه القياده. قبل اهداف راس الوظيفي الجديد تنميه القدرات الفكريه والابداعيه لجميع الموظفين، الوصول لاحسن الاراء والحلول، كتابه ادبيات. ليه؟ لان داخل الوصف الوظيفي انا حاطط حاجه مهمه جدا، وقت للقرار، وقت للاطلاع، وقت لحضور المؤتمرات، وقت لحضور المبادرات، وقت لعمل النقاشات، وقت لكتابه الاوراق بالاضافه لوظيفتي. عشان بس ما نحطش في الاول، لابد يكون في الوصف الوظيفي بتاعك وقت عشان تقرا وتطلع وتحضر مؤتمرات وتحضر مناوات وتجيب لي حلول. فانت لما هديك وقت عشان تقرا وتحضر وتكتب وتحضر مؤتمرات وكذا لازم تجيب لي حل، لازم تعمل لي مبادره، لازم تجيب لي فكره جديده. فده في الوصف الوظيفي. دي بالنسبه لي انا يعني ما بين ال 100% بتاعك. بالنسبه للرئيس اللي هو ملوش المفروض ما يكونلوش تدخل اداري، يعني ايه كده برضه الاكسكتيف يعني ما يتدخلش في العمل اليوم ده، يكون له بس 20% مع مدراء كبار توجيه، وال 80% بيسافر عشان يقوم بالدور ده، وانا احاسبه على ما انجز من قراءاته واستدلالاته وابحاثه واراءه والحاجات اللي جابها لي. ما انا هديله ما اعرفش انتوا مرتبه ثانيه، مثلا كان سي او بتاع السيد احمد كان 200,000 بالنسبه لي، ده الكلام ده من 15 سنه، اقول له مثلا 300,000، هديله 300,000 ليه؟ عشان قاعد في مكتب يعمل لي حاجات؟ لا، عشان كل يوم بيجيب لي فكره، وكل يوم هو كمان بيدافع عن المؤسسه، لان هو الواجهه بتاع المؤسسه. يبقى ال 80% دي انا حاسبه عليها حساب الملكين. اما يقعد مع مجلس اللي هو المدراء التنفيذيين الكبار، يقعد مره في الاسبوع وكذا، يقعد يوجهوا المؤسسه. عشان كده احنا بنسميهم بالانجليزي دايركتورز مش مانجرز. واحنا للاسف بنغلط ما بين دايركتورز ومانجر، لان عندنا بالعربي اسمها مدير وخلاص. لكن دايركتور بالانجليزي معناها توجيه موجه، ومانجر يعني ايه هو ايه المنفذ يعني. فده بيخسر من 20% و 80%. مدير التنفيذ اللي هو السي او يبقى 70%. انا عايز منه افكار جديده، عايز منه اراء جديده، عايز منه يكتب لي ورقه، عايز منه يحضر مؤتمر ويقول كلمه هي مناخ اللي احنا عايزين نغير بيه المناخ الانساني في العالم كله. مش اقعد بقى يا اخ فيصل والنبي عندك 50 شيء في المدير والنبي انت على الاجازه دي يا فيصل، ما ينفعش. انا احط انسان يبقى سي او عشان يقعد يدير على شيكات ولا اجازات ولا حاجه، مش شغلته. فعشان كده ده بياخد 70% او 30%. بعد كده نسبه من ده كلها دي بتاع انا اعوذ بالله من الشيطان. انا ما قريتش حاجه عندي ده كلام انا، ودي الرساله اللي بحاول اقولها لكم. اخواننا انتوا عندكم حصيله علميه وفكريه وخبرات تستطيع ان تقود بها العالم، لكن لابد نحطها على الورق ولابد نقطر لها عشان نبقى احنا تابعين وليس تبع. انا بقول الكلام ده بقول ده رايي انا. مره كنت في ورشه من الورشات، وبعد ما خلصت الكلام اللي انا قلته اللي قلته الاخت قالت لي المراجع اللي حضرتك جبتها من ايه؟ قلت لها جبتها من هاني البنا. قالت لي مين هاني البنا؟ قلت لها انا. يعني مدى يعني واحد يكون عنده 40 سنه خبره بعد كده محتاج ما اقدرش احط حاجه جديده، يبقى عيب. 20 سنه خبره زي 15 سنه ما ينفعش. انا ممكن اعرف واتعلم، لكن لابد بعد كده اطلع الفكر الجديد بتاعي. فلابد في الوصف الوظيفي الترتيب طبعا، ترتيب النسب الاجتهاديه ما هياش قران او حديث او سنه، لكن الفكره ان يكون عندك وقت في وظيفتك
علشان تعمل تجيب شيء جديد للمؤسسة. شيء جديد للمؤسسة على حسب اللي هو الـ 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 الصفة الإدارية أو القيادية بتاعت داخل المؤسسة. من 80% حتى شايفين هنا عمال النظافة. أنت مكلف إن أنت مثلا كل شهر تجيب لي فكرة جديدة. قريت إيه؟ سلم عليه. ممكن يكون عامل النظافة ده أو عاملة النظافة مخها عندك من مخ عندك رئيس مؤسسة. وعندها أشياء أحسن من عندي 100 مرة. ممكن يكون حل مشكلة معضلة في داخل الجمعية أنا ما أعرفهاش. لكن هي شايفة الموظفين كلهم داخلين خارجين. وتقول للأمين العام وتقول للمدير التنفيذي أنا رأيي كذا. بس هي تثق انكم هتسمعوا لها. لذلك انا بقول لها قول العامل ده والسواق والسكيورتي عندك 10% طلع لي فكره كل ايه كل شهر او كل اسبوع الى اخره. لكن جزء من التقييم التقييم بس مش باكي بي اي و 360 لا الجزء برضه انت عملت لي ايه وده بيرجع لايه؟ لما بين العلاقه بين وصف الرئيس الجديد واداره الشؤون الاخلاقيات السلوكيه ان شاء الله. بالطريقة دي لو احنا بنقول الأخلاقيات السلوكية وبنقول إن احنا بنعمل وصف وظيفي بيجعل مننا ليس فقط تنفيذيين. يعني أنا بحترم الحمار جدا وأنا عندي نظرية أربع مراحل في الحياة هقولها لكم عليها كده عديها كده بسرعة مش هاخد فيها ولا هتبقى محاضرة ثانية. أول 20 سنة واحنا صغيرين بنخش في مرحلة الحمارية. ليه اشتغل كالحمار؟ وانا سعيد ان انا اشتغل كالحمار. ما عنديش خبره، ما عنديش معلومه، ما عنديش معرفه. والفتره دي لابد يعني مثلا كنا لسه مع بعض الشباب امس في جامعه قطر قلت لهم احنا كنا بنذاكر 15 ساعه في اليوم. قالوا لي 15 ساعه في اليوم كنا بنصوم عشان ننجح. ده كان فيها كمبيوتر ولا منهم كنت قاعد معاهم امبارح لما قلت لهم بتناموا كام ساعة؟ 8 ساعات 10 ساعات كنت حافظهم. أنا ما أعرفش أنام 8 ساعات ولا 10 ساعات. المهم لما ننظر لمثل هذه الأشياء في مرحلة الحمارية دي الشاب الصغير لابد ألا يضيع الوقت لكي يكتسب الخبرة والمعرفة والتجربة. فدي عدت عليا في 20 سنة. بعد مني 20 سنة. بعد كده هو انتقلت لمرحلة المسحرات بتاعت رمضان. مسحراتي بيعمل ايه؟ اصحى يا نايم واحد الدايم. او اصحى يا صايم واحد الدايم. يعني رفع الوعي. لان انا بعد ما اتخرجت من مرحلة الحمورية ارتقيت لمرحلة مسحراتي عشان اوعي الناس ورفع الوعي ده من اصعب لما يكون هو اصعب شيء في المجتمع. خلاص؟ المرحلة الثانية. لا لسه فيها دلوقتي. المرحلة الثالثة بدأ أنا خلاط. خلاط معناها إيه يا شباب؟ إن أنا بقعد مع الشباب الصغيرين آخذ أفكارهم وأقعد وأديهم أفكارهم ندخلهم مع بعض ونخلطهم ونطلع منهم منتج جديد. هم ينفذوه. يبقى من مرحلة الحمار لمرحلة الخلاط سحرات سحرات مرحلة الإيه؟ خلاص. بعد كده مرحلة البناء المجتمعي. أهم شيء في مرحلة البناء المجتمعي اللي هو بناء مؤسسات مجتمع مدني قوية من أسفل للأعلى. وأهم شيء فيها لو إحنا في حد مهندس هنا فيها مهندس معماري. أهم شيء في العمارة مش السيخ الحديد ولا الطوب ها؟ الاساس ده احنا هنعمله ازاي؟ سلك الرباط. يعني ادي الحديد اهو، سيخ الحديد اهو، سيخ الحديد هنا اهو. سلك الرباط الرفيع اللي بتربط منه ايه؟ اسياخ الايه؟ الحديد المسلح. سلك الرباط ده هو ده مؤسسه او جمعيه اسمها ايه؟ المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني. لما نرجع مره ثانيه هنا اهو احنا بنعمل الحاجات دي ليه؟ كيف نبقى على قلب رجل واحد؟ لان كلما ازداد عدد مؤسسات المجتمع المدني الصغيره مش الكبيره ده يدل على تماسك المجتمع من القاعده للقمه. هم دول اللي بيحافظوا على المجتمع ودورهم في اي مجتمع اخطر واقوى بكثير جدا من دور الامن
مدير الجيش كمان. الدولة لما يربط المهم المجتمع من تحت أصبح في المجتمع أصبح مخوخ من تحت، ممكن يكون هش فيما بعد. المحور الثالث اللي هو الشباب المستقبل. المؤسسة اللي ما فيهاش عنصرين تعتبر مؤسسة شبه أو قريبة من الفشل. لما الشباب والنساء. لأن أنا بقول النساء والشباب، إن الشباب طاقة متجددة ولابد نحتويها عشان نحويها لطاقة تغيير مجتمع. ولو لم تستغل استغلال جيد هتبقى مدمرة فيما بعد. وليهم ثقافة معينة. أما بالنسبة للنساء عندهم ثقافة مختلفة. وأنا بطلع سعيد إن في 5 أو 6 أخوات موجودين هو. يعني جربناها لما كنا بنسافر في الفيل. رحنا احنا رجالة كده بلحم زي الحس دلوقتي يعني زي أخونا الخلف كده. ورحنا كنا في منديرة والتراب أحمر والعربية ما فيهاش تكييف. ونزلنا بقى التراب الأحمر على الدقة اللي هي السوداء. فالنساء شافونا خايفين. لأن أنا مش شايف نفسي في المراية. أما الأطفال في تربيتهم. شايفين حمر جنبهم. فحسينا إننا في بيننا وبين النساء اللي هم أغلب المسائل اللي هم محتاجين والأطفال فجوة كبيرة جدا. عالجناها لما نزلنا نايجر ومالي وتشاد، خدنا معانا 3 بنات 3 أخوات يعني، واحدة فيهم كانت مش مسلمة والتانية كانت مسلمة. مجرد نخرج بين النساء والأطفال الجو اتغير 180 درجة. 180 درجة سعادة وروح والعيال تتنطط على حجر البنات اللي كانوا معانا زي اختهم وهم دي طبيعه البشر. ربنا خلق المراه والشاب كده او المراه بالذات يعني. فلذلك انا بركز في المنطقه دي ان المناطق الحاجه دي كلها في نقطه ثانيه برضه. لان المراه محتاجه خاصه المراه اللي هي مصابه بمصيبه يعني علاجيه او نزيحه او مشرده داخل تبقى ضعيفه. عمر ما دخل خلاص عندي قناعة وإيمان ما دخلش عليها رجل أبدا غير وحدها. الضعف ده قد يؤدي إلى شيء والعياذ بالله. ده حصل في البوسنة وشفناه، وحصل حاليا في سوريا في بعض مناطق في تركيا وشفناه. حتى كان بيستغل النساء دي ما كانتش بتاخد الأمر الكامل اللي بيحصل لها. أنا أمنع ده بقى. أما ده من الأول ما تجيليش سياسة من بره تقول والله ده أصل هم قالوا حاجة اسمها سيف جاردنج ولا ما بتسيبش جاردنج. سيف جاردنج عندنا في الإسلام من أكثر من سنة. نرجع بقى لتغييرات المستقبل. هم دول المؤسسة اللي ما فيهاش نساء وشباب تعتبر مؤسسة شبه فاشلة أو مؤسسة فيها عور أو عرب أو إيه مش حول كمان. المهم بعد كده عايزين نسمع جيل. جمعت 3 أسئلة بسرعة عشان أنا بحبكم وقلت أما إيه أجمع 3 مع بعض إيه حط وبعد كده تفصيل في كل واحد فيها اللي عايز يمرق أكتر. نبني جيل أو نسمع جيل إحنا بنربيه بثقافة معينة عشان ينشر مثل هذه الثقافة في العالم. إخواننا أرجع أقول 100 مرة ثاني وثالث وخامس وعاشر إحنا بنطبق علينا ثقافات ليست لمن ثقافتنا العربية أو البدوية أو التاريخية أو الدينية أو أي حاجة نضطر ناخدها. لأن إحنا مش قادرين ننشئ ثقافة، قادرين نأثر بفكر، قادرين نعمل فلسفة. لذلك أنا عايز الجيل ده يكون متطوعين للهلال بإذن الله سبحانه. فإزاي بقى يكون في برنامج تطبيقي نظري أكاديمي تطبيقي في برنامج عملي ثقافي قيم إلى آخره 3 سنين. ففي برنامج كده زي اللي بنسموه سكولارشيب او بنسميه انترنشيب الشباب. الجزء الاكاديمي ممكن اربطه بدرجه ماجستير او دبلومه. بس الشاب لما يجي يقول بعد سنه ولا سنتين هاخد دبلومه او هاخد ماجستير وفي نفس الوقت الهلال الاحمر هيوديني اقعد هنا وهنا وهنا هتدرب في المكتب الرئيسي، هتدرب في الفروع، هتدرب في الفيل. يبقى انا خارج درجة علمية زائد في نفس الوقت خبرة ميدانية. الجزء التطبيقي جزئين، جزء في المكتب الرئيسي زي ما انا قلت، يعني مثلا عندنا المكتب هنا في حسابات، في مشاريع، في اعلام، في هيومن ريسورسز،
في كل الحاجات دي كلها. هيقعد الشاب ده في الفتره بتاعته او الشاب دي في فترتها بيتنقل بين المكان دي كلها. علشان انا فاكر لما كنت انا دكتور، انا كنت طبيب زمان مش كده، طبيب بس فاشل مش كده. كان اهم 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 انسان في المرور يجي رئيس القسم كده البروفيسور وعند البرازانيا، اهم انسان هو الطالب. لما واخد رئيس الطالب كده ودخل القسم يقول لكل الحكيمات اصبعه، ويقول لي اللي هو النائب والدكاتره اللي هم الصغيرين معاه، ده مسؤوليتهم. لانه بيصنع طبيب متربي على ايد حكيمه وايد ممرضه وايد طبيب تاني. المشروع بتاعه هو مين؟ هو المشروع اللي انا بتكلم عنه ده. مش مجرد خد اللي هو البكالوريوس بتاع الطب وخد امتياز وخلاص، لا، عمليه مش قرايه. عمليه نقل خبره الحكيمات، والبعض كتير جدا من الحكيمات والممرضات عندهم خبره اكتر من اي دكتور. تربينا احنا. ده انا شرحت جثث. كل جثه وجثه جثه. وده اللي في المكتب الرئيسي. المكتب البدائي اوديهم يعيشوا، ينزلوا السودان. كان عندي احد الشباب اللي اصبح بعد كده مدير مكتب الاغاثه في كندا. الحمد لله خدها من 5 مليون. لا ما كانش 5 مليون، خدها من مليون ولا 2 مليون، اصبح 70 مليون دلوقتي. لا. أول ما جيت رميته في المحل السوداني هنا، رميته عندكم على طول. انزل قال لي يا زيزو، هو اسمه زيد زايد الرولي، بس انا بدل عامل له زيزو عشان زيزو اللي هو عبد العزيز عبد الشافي، او زيزو اللي هو زين الدين زيدان. اتفرج على الكوره بره فراح. كان عندي اخت ثانيه اللي هي مسؤوله العلاقات الدوليه في براسل علشان الاتحاد الاوروبي، ساره قالت نعم رميتها. رجعت هي طبعا بسم الله ما شاء الله يعني قويه، تتكلم انجليزي فرنسي وعربي، وعلى خد دوليه ايش دخلها في اسبان. انزلي عشان تحسي بمعاناه المراه والطفل والرجل والجو اللي هم عايشين فيه. وهكذا خالد مولد، ما اعرفش انتوا عارفين تقريبا واتشر اللي هو تعب الدراع اليمين اسمه كده اللي هو ابن عمها مارتن جريفيث، كان في اليمن 6 سنين، هو يمني من وادي بنا من عندكم، من ابن انا اصلا من قريه بنا من عندكم. شفت بقى؟ مش عارف تصور تحتانيه. تصور تحتانيه. هو طبعا كل البنا خرجوا من اليمن. فرجع خالد اتخطف لهم تحت عظمه. لكن بعد كده جه اشتغل معايا سنه في المنتدى الانساني، وطبعا كنت انا اعرف ناس كثيره فيها. قالوا مكسوفين يقولوا له عايزك خالد. قالوا شوف مش هناخدك الا لما تكلم الجور ولا الجور؟ الجور بتاعك. الجور بتاعنا احنا كمان. كان في حد اسمه رشيد كايكوف. قالوا له انت تقاعد. هو مسلم تتاري. قالوا شوف خالد مش هتيجي عندي لما الجور يقول اوكي. خالد جه كده مكسوف. طبعا مرتب بديله نجح يعني ريالين ثلاثه في اليورو. ثاني حاجه بسم الله ما شاء الله. قلت له توكل على الله. واصبح هو دلوقتي مرجعيه. ليه؟ لان قعد في اليمن 6 سنين. قعد في اليمن. فالفيل مدرسه تعلم ومدرسه تربي. اللي ما تقدرش يتعلم في الفيل عمره ما هيتعلم في الانتقام. فده بالنسبه للنجاح. الجزء الثقافي في المكتب الرئيسي وانا المعايشه فيه، وفي المكتب المدني كذلك الى اخره الى اخره. وهكذا يعني. عشان بس مش هطول عليكم عشان نقدر نسالوا بعض الاسئله. انا ليه دايما يعني ذكرت متربي على ايد شيخ؟ لان كنت متذكر القصه بتاع سيدنا الواحد محمد وهو محاصر في البيت وعنده اقامه جبريه، وقصه خط القران. مشيله شاب من الاندلس. خدت بالكم من دي؟ شاب من الاندلس على قدميه إذا وصل بغداد، ده محاصر. قال لي يا ابني هتخش عليا لما كده مش عارف. كل يوم تجي لي بالليل على انك انت شحات، وانا بديك قرش او بأكلك، اعلمك الاحاديث. الشاب بعد شهر او شهرين قال لي
بس شفت امريكا مشى على قدمي من الاندلس الى بغداد. قول بقى من البرتغال او من اسبانيا او حاجه كده. تخيلوا ليه؟ لان حب طلب العلم عشان اتعلم على ايد مين؟ على ايد شيخ. انتوا المشايخ بتوعكم لابد ان نعد عليهم بالنواجذ، ان هم دول الايه؟ شريان الحياه للجيل اللي بعد كده، او جزء من شريان الحياه للجيل اللي بعد كده. طبعا المكتب ده اتكلمت عنه المكتب الرئيسي بعد كده هو ايه تاني؟ مين هم بقى الشباب دول؟ المتخرجين الكل. يعني الكل او الثاني اللي هم في ترى ما كملوش الجامعه. مش معنى ما كملش الجامعه انه فاشل او انها فاشل، ممكن يكون احسن من مليون واحد واخد دكتوراه. اخذ واكتشف مهاراتهم ها؟ ودخلها في البرنامج. ويكون الموظفين الصغيرين اللي عندنا حديث التخرج ده بدأ يشتغلوا عندنا يعني كاوفيسرز ولا كوردينيتور او حاجه زي كده. بس سن العمر بتاعهم بيكون مش اقل من 18 مش اكثر من 30 سنه. ده بالنسبه لجيل المستقبل. بعد كده المرتب بتاعهم مفيش فخفخه بقى في قسم. فخفخه في المرتبات مفيش. انا عارف ان انتوا ما بتدوش فلوس. انت بتاخد فلوس من الموظفين. ها يعني حاجات البيزكس. انا افتكر انا بنتي الثانيه اول ما بدات مع الامم المتحده بدات متطوعه على حسابنا ست اشهر في جنيفا. تخيل بقى الاقامه في جنيفا قد ايه. بس قبل ما تخش امتحان الملكيه عشان تنجح وتخش ده كان السيستم. ها ولا مليم انت مش متطوعه تكفلي بنفسك. ليه؟ لانها امم المتحده تأجري غرفة في جنيف وتاكلي وتشربي يعني ايه؟ فلما الشباب بيعيشوا العيشة دي كلها بيحاولوا يعملوا أي حاجة علشان ياخدوا الست أشهر تريننج في الأمم المتحدة. ودول الأربعة مدة زمنية زي ما قلت ثلاث سنين ممكن تبقى خمس سنين لمجموعة أخرى. لو أنت عندك بعض الشباب الناميين أو الشباب النامات ممكن تمد الفترة بتاعت اللي هي السكولر شيب دي أو الفترة بتاعت الزمالة لمدة خمس سنين، يعني واحد ايه؟ الشاب والشاب دول انت هتطلع منهم مدير عام جديد. يكون مثلا اخونا فيصل عينه على كذا واحد كده اللي في خلال 10 سنين اللي جايين في المؤسسه دول هيبقوا كذا وكذا 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 وكذا. لانهم اتدربوا ومشوا في السيستم وعرفوا الامور دي كلها عشان بعد كده نستثمر فيهم. لذلك انا اختم بحاجه في حاجه في الشيخ شيخ ثانيه ممكن للاسف يعني اللي عملوا معنا نوعيه في الاغاثه الاسلاميه خمسة. واحد جاء معانا سنة 89 كان شاب ما خلصش البكالوريوس لبناني عامل حرب لبنانية وخرج الشباب. هو موجود لغاية دلوقتي بس مش في الغاسة في المؤسسة اسمه فادي. كان ماسك لندن والجنوب. وأربعة جم على برمنجهام. والأربعة بسم الله ما شاء الله كل واحد فيهم شخصيته كده. أو كده. يعني تناقض غير عجيب في الشخصيات. انت تعرف ان بعضهم مصطفى عثمان عنده شركه عثمان كونسلتنج، هارون عطا الله بتاع الفاينانس والحاجات دي كلها شغال في ايطاليا مع كل المؤسسات الكبيره دي كلها، نصر الدين حاج حامد اصبح السي او بتاع الرئاسه الاسلاميه اللي هو ترك يعني خلص الوظيفه بتاعته السنه اللي فاتت، والرابع كان اسمه هارون ومصطفى عثمان ونصر الدين ومش فاكر سعد سعيد يا من عندكم يا فعل هو اللي ماسك الدي اي سي في لبنان ده ديزاستر ايمرجنسي اكبر مؤسسه اغاثه بريطانيه بس كل الشؤون الاغاثيه الدوليه لسه جامعين اكثر من 200 مليون جنيه علشان اسمها ايه دي اوكرانيا. الاربعه دول كنت عارف عندهم كم سنه؟ اقل من 30 سنه. واحد مصري، واحد يمني، واحد ايرلندي مصري، واحد اريتري. هم دول اللي عملوا النقله. يعني لو حد جه قال لكم كيف نمت الاغاثه الاسلاميه هذا النمو السريع في التسعينيات مش نهاني البنا. ابدا لا يمكن. يبقى هنا في كفر بنعمه ربنا سبحانه وتعالى. النعمه جت من خمسه وكلهم كانوا اقل من 30 سنه. ولولا بعد فضل الله سبحانه وتعالى الخمسه دول
وكنا انتقلنا الى ما نحن فيه الان. ده بالنسبه لدور الشباب. اخر حاجه بقى، طبعا مين يمسك قسم الثوره عندنا؟ اوعى تديله موظف حزالي صباعي يا صباعي فرحان بشعرك حزالي صاحب قسم التطوع ده يكون كانه شغال في قسم الطوارئ في المستشفى او شغال في المطاف او شغال في البوليس على طول او شغال في الجيش على الحدود تحت الطلب على طول خلاص يكون شخصيته او شخصيتها كده ايوه يا بنتي يا حاضر متاح على طول لانك لو جبت حد يقول والله طب انا خلاص بقى انا مروح كده لان الشاب عايز يسال اي حاجه بيعتبرك انت مرجعيه او الشاب عايز يسال اي حاجه كان يعني في بعض الشابات كانوا بيسالوا اسئله يعني صعبه خاصه انه كان في خلافات بينها وبين زوجها نخش عنها غرف طب انا مش مصلح اجتماعي لكن تضطر انك تقعد تسمع لها لان العلاج جزء من العلاج هو السماع لو ابوها الكبير في المؤسسه اللي هو زي انا او زي اخونا فيصل او الاخر مش هيسمع طب مين اللي هيسمع لها؟ خليها مشكله مع ابوها وامها الى اخره طبعا انت كاب يا بابا انت اب لكل الناس هناك امال ايه؟ ده حاجه ثانيه خلاص؟ طب انا كده خلصت لو كان في اي شيء اسئله او اضافات او تجربات بس انا قضيتي دلوقتي حاجتين اختم بيهم عشان ايه؟ بعد الكلام الكتير ده القضية الأولى قضية الجيل الجديد ولابد لابد لابد لزامن علينا بكل الأولويات يعني نبني جيل احنا اللي بنصنعه على ايدينا الثانية هي الفكر الثقافي الفلسفي القيمي الأخلاقي لابد نصنعه لابد نصنعه فحتى كان ليا راي انا اعوذ بالله مش خايف اموال الاغاثه ان انا مش مش ملزم ان انا اكل الناس كلها او اشرب الناس كلها ان 30% من مال الاغاثه في مناطق الصراعات المسلحه والحرب دايره احطه على جنب علشان اعمل فيه هنا في حته فيها امن وامان تنميه تاهيل تدريب بناء مجتمعات وبناء مؤسسات مجتمع مدني لان هم دول 30% اللي هيحافظوا على 70% هم دول 30% ها اللي هيطلعوا شباب لما يكون في سلام يستطيع ان ايه يمسك الدوله اللي بتنشا من جديد. لكن احنا مع الفزعه ومع العاطفه مع 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 اسرف اسرف يعني ايه؟ فلو ده نفر من كل فرق طائفه يعني الطائفه اللي احنا عايزين نعملها. النقطه الاخيره بقى في الثقافه ابحاث قسم الابحاث بيعمل ايه؟ تفتح الام الدخله ويقرا مش معناها يا ربي مش معناها يعني يا محمد انت لا تعرف تقرا ولا لا اقرا معرفه اقرا تقطير اقرا فلسفه الامور اقرا يعني ايه الاستدلال والاستنتاج والاستقراء والاستخراج ثم وضع القوانين دي كلمه اقرا عمرها ما كان واحد ما بيعرفش يقرا ما ربنا عارف ما انك بس صعب ما بيعرفش يقرا وما انا بقارن ليه حاطط لي اقرا في الاول؟ لان يعني الحصول على المعرفه ها المجتمعيه عشان يبني بيها مجتمع اللي هينقذ العالم كله فلذلك البحث والفلسفه والثقافه والشباب يا فيصل لك انت باذن الله اذا مت انا اليوم او غدا تكمل المسيره ان شاء الله بس انا مت شكرا جزاكم الله خير. في بعض الشباب عندهم اسئله الحكمه يمنيه والايمان يماني ولا قلبي مقطع على اليمن. الله يسلمك. قلبي بقى. كنت جيت اسال حضرتك كيف الاخلاقيات والسلوك تؤدي الى تنميه هو وجود اخلاقيات مش سهل
يعني وجود اخلاقيات دي ما هي السهل. علشان احنا نعمل اخلاقيات هي تذكره، فذكر 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 فذكر. فالجزء من يعني الابداع موجود قبل او بعد الاخلاقيات، لكن الاخلاقيات بتؤثر للابداع المسار بتاعه. انا ممكن مثلا اكون ما عنديش خلق ولا دين، لكن مبدع في الصوت بتاعي، مش مشكله، ما لان ده خلاص ربنا خلقني كده، واخد بال حضرتك؟ لكن انا بحط الاخلاق قبل الابداع علشان الابداع ده يكون لي رونق معين، ها؟ يحب كل الناس، يكون في سلوكي وانا بتكلم مع الناس، الناس تحب، يعني هي بتستفيد من الابداع بتاعي او بتاعي، لكن بتبقى قرفانه مني انا لان اخلاقيات زي الزفت. تخيلي بقى لو انا اخلاقياتي كويسه ومبدع، لو انت اخلاقياتك كويسه ومبدع، الناس حق. بس عندك واحد زي محمد ابو تريكه، مش كان مبدع في الكوره؟ انتوا بتحبوه ليه؟ ما في مليون واحد احسن منه في الكوره. لا عشان اخلاق الغلاب اللي خارج، انما بعدته بتم مكارم اخلاق. والاخلاق تعتبر يعني اذا بقول ايه سوفت باور، اللي هي قوه ناعمه البس. فهو يا اخي صادق، تخيل انت واحد بيتخانق معاك وانت بتسحب في وشه، واحد بيسبك وبيشتمك، ده بيسبك. شفت بقى البسمه دي؟ يعني ايه؟ انا مره كنت بودي، كنت انا واخد، طبعا كنت انا رزق الاول وانا صغير، فواخد اولاد النساء يعني، فواحده فيهم كانت اربع مرة وليها ولد واحد وثلاث بنات، خدت ابنها وودته امريكا، يعني خلاص الظهر بتاعها. الثانية كان عندها كذا واحد، لكن ايه؟ خدت ابنها برضه كنت امريكا. كنت كل عيد اروح اشتري صندوق اللي هو ايه؟ الحلويات ده اسمه مطاعي هنا الباكستانيه، واروح لهم. فالاولانيه كان يعني ست، يعني بسم الله ما شاء الله، كنت تستني كده وتاخد تقفل بقى، يعني اطلع بره مش عايز اكل حتى اللي بيني. الثانيه مره من المرات اخر مره ادي لها الحلويات ده، بتشتمني بالقرد وشتيمه وانا مش فاهم حاجه. طبعا انا قاعد بضحك، وبنتها وابنها فيهم امي، يعني مش قادر يتكلموا ايه بالانجليزي او حاجه، امي يعني اسكتي بقى اسكتي بقى. هي ده حق، انا اخذت يعني محقق، انا اخذت منها ابنها. فشوف الاثنين، وابن واحده فيهم اصبح مدير الرئيس الرئاسه دلوقتي، والثاني مش في شغل ثاني حاليا. لكن دي لو انت بقى زي الام الاولانيه، اصبح العلاقه هي يعني تعبت كذا، لكن خلاص يعني ابن. فانت كوني يعني زي محمد علي كليه، وقف باخلاقه، مش بالمين، مش بعدد المرات اللي كسب فيها اللي هو بطوله العالم، زي تشي جيفار. بص حتى الناس اللي هم مش مسلمين، شوف اخلاقياتهم شكلها ايه؟ ان جزء من تعويض ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس على عدم ايمانهم بيه انهم يديهم جزاءهم في الدنيا، ما بينقصوش ابدا. فخلي اخلاق ان شاء الله بسم الله ما شاء الله عليك ان هي تغلف هذا الابداع. يا اهلا وسهلا شباب، تفضل. السؤال دكتور، اول شيء جزاك الله خير على التعريف الرائع اللي انت تعرفه. وانا سؤالي بخصوص تعريف السمات الشخصيه لمنظمات عمل الانتاج. لان هذه النقطه بالذات يعني بخصوص مثلا الهلال الاحمر، دائما في دليل موجود فكره ان هل احنا باعتبارنا تحت مظله الاتحاد او الحركه الماليه، هل هذا الشيء لما احنا نعرف نحط سماتنا الشخصيه كهلال احمر انساني لا يقترب من الدين ولا كذا وبعيدا عن الدين، هل هذا الشيء يعني من خلال موقعك في تاسيس الاتحادات الكبيره العالميه ووجودك في قلب يعني المنطقه ممكن يحس بايراد كبيره؟ كيف تشوف فكره تعريف السمعه الشخصيه للمنظمات؟ هو احنا بنتشارك معهم في كثير من الاخلاقيات اللي هم حطوها. ويمكن انا كنت مره من المرات هم قالوا لي يعني ان احنا من خلال فلسفتنا المسيحيه حطينا هذه الاساسيات اضيفوا عليها. انا ممكن اطبق الدين بمعايير انسانيه اخلاقيه. يعني لو انت بص النصوص القرانيه او الاحاديث،
احولها لقيم مجتمعيه. يعني لازم اطلع اقول هذا الحديث كذا كذا كذا، هذه الايه لا مش هقولها. لكن في يعني مثلا انا لا مش هقولها مثلا عشان ما اقولش شغل. يعني انا اخذ ما في الاسلام من قيم اخلاقيه واحطها عشان تكون هي قيم مجتمعيه ومسارات داخل المنظومه. المكان على الصدق والامانه والشفافيه، يعني كده الراجل مثلا امس عن انجلا ميركل. يعني لو احنا بنتكلم على اخلاقياتها ده 90% من اخلاقياتها داخل الاسلاميه. حافظ على الدوله. ولما حتى قالوا لها انت ما عندكيش الا الفستان ده ولا قلت لهم والله انا رئيس حزب الوزراء مش عارف ازياء. قالت لي بقى حد بيعمل كده. لما هي بتروح تعمل تسوق تغري جوزها ساكنه في شقه. دي اخلاقيات. ساكنه في شقه. لما جاء ده اسمه بوريس جونسون بيركب العجله بتاعته دي بشعره الجميل ده يعني بيبقى جاي ورايح يعمل شوبينج في السوبر ماركت. واخد بالك؟ ده رئيس وزراء مين؟ فني العظمى. لما خلصت المده بتاعتها كان لسه احد الاخوه اللي في المانيا قال لي دي اتسرقت. فراحت تعمل محضر في الاسم قلت لهم انا سرقت طبعا الظابط ولا الميركل ازاي تسرق؟ انا مش بشر ماشيه في الشارع او ربط الاندر جراوند سرق هو. وراح سجل ايه تخيل بقى لو حد من حته معينه دول فاخدت بالك؟ فدي الاخلاقيات ودي مش محتاجين احنا ودي وده تحدي عند المشايخ خد النصوص القرانيه وحولها لي لقيم مجتمعيه وانا كهلال احمد احولها لخدمات مجتمعيه. لكن ما تقعدش انت تيجي تقول لي في المسجد كذا وكذا وكذا، خلاص ما احنا حفظنا الايه. الايه تتحول لقيمه، القيمه انا اخذها كهلال احمد او اخذها كفتره خيريه او اخذها كاغاثه اعملها مشروع. لان كل مشروع لابد ان يكون له قيمه وقامه. الاخ بتاع هو ليش السؤال؟ لان مثلا انا لاحظت انه مثل ما تفضلت يعني عمليا ان في بعض المنظمات العمل الانساني الاسهل بالنسبه لها ان تدعي او تضع نصوص دينيه واضحه ويكون خطابها يعني لحد ما ماشي في اتجاه اكستريم وهذه تعطي نوع من انواع التفاعل الشعبي يقولون هذه، لكن على ارض الواقع الخدمات مثل ما تفضلت القيمه المضافه والقيمه الاصليه تقدمها ضعيفه جدا. وحتى في الايه القرانيه في سوره المعون تأصيل هذا الشرع يعني تأصيل المرجع ان رايت الذي يكذب الدين، شوف ايش التكذيب بالدين؟ لا هو حلق اللحيه ولا شيء، هو فكذلك الذي يدعو اليتيم يعني عمل انساني اخلاق عكس عمل انساني ولا يحط اطعام المسكين يعني ايضا عمل انساني ايضا صح؟ ادفوكسي صح؟ يعني القران تحدث على ادفوكسي بل التوحد جاء للمصلين يعني ما يهتمون في القيم صح؟ شوف 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 تحب اللي يكذب بالدين ده كلمه يحط ده ادفوكسي تيجي انت تدرس لي ادفوكسي دلوقتي طب انا عندي بقى 400 سنه صح بالك؟ تيجي تقول لي يا دعاء اليتيم مش يتيم مسلم او مش مسلم ولا يحط على طعام مين؟ المسكين هو مسلم ولا مسلم يعني بحبحها بوسع انا ليه بضيع الدين؟ ببحبحها عشان الناس احنا بقى الجماعه اللي بتتكلم حضرتك عنهم دول شفناهم في البوسنه لما كانوا بيتفرقوا ما بين المسلمين والمسيحيين. ولما لقوا النساء مش لابسين حجاب خدوا الفلوس ورجعوا. ما ينفعش. فلذلك انت عشان تخش في هذه المنظومه لازم تعيد صياغه هذه الثقافه وتنشئ فلسفه الرجل. جزاكم الله خير. الاخ اللي هو الملك اللي هو مالك انت بقى ولا مالك يرد علينا. خلاص جزاكم الله خير.